كتير حلوين. نحن يعني بيوصلونا الأغاني اللي إذا بدك كتير ضاربة، بنفس الوقت يعني نسمع نعرف القديم. فإن شاء الله اليوم بالحفلة مفاجأة. هو مش كتير طرب يعني، إذا بدك هي موسيقى معاصرة بس فيها عناصر الأصالة، يعني بالتوزيع بالكلمات، يعني منغني فصحى، وحتى لما نغني باللهجة المحكية الشامية بيكون شعر، والألحان ذات الشيء والتوزيع. فهي منا كتير طرب يعني، هي موسيقى إذا بدك كلاسيكية بس معاصرة بنفس الوقت. كتير فنانين هلأ إذا ببلش ما بعود بخلص يعني، بس أكيد متأثرة بكتير فنانين وأيقونات بالفن، يعني إن كان من سوريا، من حلب، أو من مصر، من لبنان. فبتأثر بكتير مدارس، يعني مزيج من القدوات إذا بدك بالفن.